اهلا. يوم جميل في هذا المكان. تعرفنا فيه على بلوجرز ويوتيوبرز من المغرب. ممكن ما راح اقابلهم لو ما جيت هذا المكان الصراحه. اشكركم على الدعوه، مبسوط جدا اني متواجد هنا اليوم في المغرب ولاول مره في المغرب. وشكرا لنوال الفوتي على التنظيم الرائع صراحه للايفنت، وشكرا مره ثانيه على الدعوه.